صلاة التراويح. شيخ جواد، يعني استهلكنا كل المناظرة حول السنة، هل هي بدعة هل هي سنة؟ نريد الآن تعطينا عدد ركعات التراويح. هي عدد الركعات محكومة بحديث ستنا عائشة فقط، أنه لم يزد رسول الله في رمضان أو غير رمضان عن 11 ركعة. يعني كم تسليمة؟ 5 تسليمات، يعني 10 تسليمات والحادي عشر اللي هي الوتر. 4 تسليمات إذا 4 تسليمات مع الشفع والوتر. والشفع والوتر، طيب هذه أساسها كلام ستنا عائشة. أما بعض أقوال فلان وإلا في الحرمين ما يصلوا كذا، في الحرمين صلوها 36. أقوم أنا أجي للحديث العام، إنه الرسول لما كان يعرض عليه أمر كان يأخذ بأخفه. طيب في الحرمين كم تصلوا في مكة أنتوا عندكم؟ أعتقد إنه بيصلوا 21. هذا أنا ما طيب عكس حديث عائشة. خلاف حديث عائشة. أي خلاف حديث عائشة. أنا شخصيا في بيتي ما أصليها غير 11 مرة أكثر شيء، وأحيانا لما أكون مستعجل أصلي 9 وبعدين أصلي 7، وأحيانا صليت 5. يا سلام، أنا كده تتناقص. أنا بقول يعني. لا مو بتناقص، حسب الظرف. يعني عندي مشوار، عندي شغلة، عندي كذا. أيات أهم، الصلاة ولا مشوارك؟ أيات أهم، الصلاة ولا مشوارك؟ والله العظيم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك طيب كأنك تموت غدا. طيب عشان لا يأخذنا الوقت خلينا نسمع الشيخ محمد. شيخ محمد، نبغى عدد الركعات. أعوذ بها، الشيخ يقول 5. أعوذ بهذا ما ذكرت، أعوذ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وكذلك لشيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وعلمائنا الأجلاء. نعم. رحمة الله عليهم جميعا. وأقول بالنسبة لصلاة التراويح لم يثبت فيه شيء. يا سلام. عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع. يا سلام، والأمر في ذلك واسع. كل الحسن كما يقول ابن تيمية. نعم. كله حسن. ذكر في بداية التقرير. التقرير. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية له أن يصلي 20 ركعة. نعم. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. 10 تسليمات يعني. المشهور ما هي ليس 10 تسليمات. نعم. 15 تسليمات. نعم. هذا المذهب المشهور من كلام الإمام أحمد بن حنبل، من الإمام أحمد وكذلك الإمام الشافعي. وله أن يصلي 36 ركعة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكذلك له أن يصلي 11 ركعة، وله أن يصلي 13 ركعة. إذن اتفقنا الحمد لله بعد الركعات. له أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة، وكله حسن. ولكن أكثر ما يعمل به في مساجدنا هو 11 ركعة في مع صلاة الوتر والشفع والوتر. يقرأ في سورة الشفع الكافرون، وكذلك يقرأ بالوتر بسورة قل هو الله أحد. هذا هو المعمول لدينا. الحمد لله.